كان نضال الشعب المغربي في القرن العشرين في جميع الجهات من الشمال الى الجنوب الوسط او الشرق او الغرب شهر واحد لاوقف دخول الاستعمار. كلشي كيعرف انه نضال ضد الاستعمار اخر نضال كان من بعد ديالنا في التسعينات، ولكن النظام المصلح وقف 34، ولكن الشعب المغربي من جديد نظر من اجل الاستقلال النظام السياسي. وكنت في كيعرف انه عدد المناضل اللي تعتقلوا في السنوات 30 40 يمكن تذكروا مناضل على الفلاسي اللي اول تعتقل وكان من في افريقيا في جنوب الصحراء. هذا الشيء يبين انه كان دائما من الشعب المغربي. في اواخر الاربعينات والخمسينات من جديد الشعب وقف النظام السياسي المصلح في الخمسينات في المدن وفي الجبل. ويمكن نطرح السؤال شكون هما الرجال والنساء يساهموا ديك الوقت في النضال ديال الاستعمار. كانوا كلهم شباب، الاغلب ديالهم كان عندهم اقل من 30 سنه. وهذه قضيه مهمه جدا بالنسبه ليا باش كنشوفوا الواقع اليوم. هذا الشباب ديك الوقت ما كانوش كينتظروا باش تكون واحد اللائحه الوطنيه باش يساهموا في السياسه او في البرلمان او في المجالس. ما كانوش كينتظروا واحد النسبيه في اللوائح. هاد الشباب سهلوا في النضال، كل واحد من جاي كانت واحد وحده حقيقيه في النضال بين هاد المواطنين، والاخ موسى كان منهم. هاد النضال ما وقفش مع الاستعمار، ولكن المناضلين اللي ساهموا اللي انتحروا ساهموا مع الاستقلال من اجل اولا التحرير المغربي، تحرير اقاليم جنوبيه، وكذلك نضلوا من اجل الديمقراطيه. ومن اواخر الخمسينات والستينات المغرب عرف واحد العدد من المحاكم، عدد ديال الحكم بالإعدام، وكذلك السجن. بالفعل الحركة الوطنية تراجعت، والحركة اللي كانت ديال الاستمرار في الحركة الوطنية ضعفت، ويمكن نقولوا أحسن من ولا الشعب شو بحر قبلهم وعدموهم. أخذ المساء بعد قليل 61 المسلسل في المحاكم. فالذكرى اليوم الاجتماع اليوم هي بالنسبة لي رسالة للشباب باش يستوحوا في النضال من اجل الديمقراطيه، من اجل الحق في التعليم، الحق في التكوين، الحق في
العمل والكرامة. خصنا اليوم مساهمات كما قلت ديال الشباب، خصنا جيل جديد من الشباب اللي خصهم ياخذوا بين يديهم المصير ديالهم كما عملوا والدينا من اجل الاستقلال. فهذا الشكل جيل جديد موسى لكن عندي الفرصة باش نتلاقاو ونتمنى باش هاد الرسالة توصل للشباب.